تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين والتابعين إلى يوم الدين. سعادة السيد النائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه، أحباء العلامة الذين توافدوا من مختلف البلاد، المغرب العربي، نيجيريا، مصر، السعودية، الخليج وماليزيا للمشاركة في الاحتفائية بذكراه الجمع الكريم. أرحب بكم وأشكر لكم هذا الحضور المتميز وتلبيتكم للمشاركة في إحياء الذكرى العاشرة للعلامة عبد الله الطيب. وهذا هو الوفاء لعالم أفادنا فأحببناه. هو أحد أعمدة الأدب والثقافة وعلوم الدين، ليس في السودان فحسب بل في العالم الإسلامي والعربي. تجمعنا اليوم قيم منها الإكرام لرجل نذر حياته للفكر، تعلم العلم وعلمه وعمل به، نقض معمار حياته الموت ولم ينقض معمار فكره، وما تركه في الناس والحياة من أثر خالد بخلود الفكر. ترك لنا العلامة موروثا ضخما وزاخرا بعدد من المؤلفات الأدبية والعلمية والشعرية، ولا ننسى إنه فسر القرآن الكريم بالعامية، وهذا عمل ثوابه عند الله كبير وصدقة جارية. هذه الموروثات التي تركها لنا يجب علينا توثيقها والحفاظ عليها ونشرها لكي تستفيد منها البشرية جمعاء. عاش العلامة زاهدا في هذه الحياة الدنيا، لا يبحث عن مال ولا جاه، بل كان مهتما بالعلم والعمل به. كان العلامة مفكرا لامعا وكاتبا بارعا، استطاع أن يحدث انقلاب فكري خطير في مفهوم الأدب وتاريخه، واستطاع أن يكون مدرسة فكرية وتعبيرية جديدة في تاريخ الدراسات الأدبية، وما بخل يوما بعلمه وكتابه. وكلنا يعلم أن العلامة له عدد مهول من التسجيلات في الإذاعة والتلفزيون، وبالبحث وجدنا له تسجيلات في المغرب العربي وفي نيجيريا. الحضور الكريم، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن لي قصة مع العلامة قبل مرضه بفترة وجيزة في عام 2000. كنت أبحث عن تسجيلات فنية وثقافية ودينية لأحملها معي لمكتبة المركز السوداني الأمريكي بولاية أريزونا بالولايات المتحدة، حيث كنت أقيم هناك. ووجدت ضالتي بالإذاعة السودانية معدل البيع، وعند سؤالي عن تسجيلات لدراسات في القرآن الكريم للعلامة عبد الله الطيب والشيخ صديق أحمد حمدون، علمت أنه تحفظ على بيعها. وشاءت الأقدار أن ألتقي بالعلامة بعد فترة وجيزة في طريقه إلى الولايات المتحدة، وهو في طريقه إلى المملكة المتحدة، وكنا علامتنا الخطوط الجوية السودانية. عرفته عن نفسي وحدثته بالصعوبات التي واجهتني في الحصول على تسجيلاته، وأكد لي تحفظه على بيع المواد التي سجلها بالإذاعة، بل يريدها أن تكون لوجه الله. وحينها عرضت عليه المساهمة في هذا العمل الذي يحتاج إليه الجميع في السودان وخارجه، كل المسلمين. واتفقنا على اللقاء بعد عودتنا للسودان، ولكن مشيئة الله حالت دون ذلك. في نهاية العام المنصرم حضر إلى السودان الصديق دكتور عبد الرحمن حامد، أستاذ صيدلة بجامعة باث بالمملكة المتحدة،
والذي طلب مني مساعدته في الحصول على تسجيلات دراسات القرآن الكريم، فرويت له ما حدث بيني والعلامة، فكان رده إذ قال لي: يا أمين، هذه تعتبر وصية في ذمتك، عليك العمل على تنفيذها. فما كان مني إلا أن اتصلت بالأخ شكر الله خلف الله المخرج المعروف. بالمناسبة هو أثناء انشغاله بالإعداد للعملية دي جابوا لي بيت سماها تالية، فنتمنى من الله إنها تكون تالية للقرآن وحافظة له، فأدعو معي له ولأبنائه إن شاء الله. جمعني شكر الله بالأخ دكتور الصديق عمر الصديق مدير معهد عبد الله الطيب، والذي بدوره رتب لي وصديق عبد الرحمن لقاء مع زوجة العلامة الجوهرة جرزيلدا، وتفاكرنا حول أعمال الراحل وأسباب غياب مؤلفاته بعد كل تلك السنوات من رحيله. انضم إلينا في لقاء لاحق دكتور سعد المدني ابن أخت العلامة، والذي أسهم في توحيد رؤية الأسرة للعمل على تسجيل أعماله كوقف، وتم ذلك بمساعدة البروفيسور محمد إبراهيم خليل. كما وجدنا اهتمام من قبل رئاسة الجمهورية، حيث تم تكليف الدكتور عبد الرحيم علي بحصر أعمال العلامة والإشراف على إنشاء مركز العلامة البروفيسور عبد الله الطيب للعلوم والفنون والآداب، وكان هذا التكليف من قبل السيد علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية. وبمشاركة كريمة من عدد من الأساتذة الأجلاء، ومنهم البروفيسور علي شمو والبروفيسور عبد الله الترابي دفع الله الترابي والبروفيسور يوسف فضل ودكتور سارة أبو ودكتور عمر قدور والسيد معتصم فضل من الإذاعة السودانية وزير الثقافة الدكتور أحمد بلال والسيد إيهاب عثمان المدير التنفيذي لسوداتيل والسيد محجوب والسفير محجوب عثمان والسفير نور الدين ساتي ودكتور الصديق عمر الصديق ودكتور عبد الرحمن حامد والسيد إمام محمد إمام والسيد صالح يعقوب والسيد السمان والشيخ أسامة الشيخ الصديق أحمد حمدون ابن الشيخ الصديق أحمد حمدون وآخرين. وتدريجيا كبرت كرة الثلج وتزايد الاهتمام بهذا الأمر، وعقدنا أكثر من 20 اجتماع في منزل السيدة جريزيلدا، فكانت الهيئة العليا لإحياء الذكرى العاشرة للعلامة عبد الله الطيب. وشاءت الأقدار أن تنتقل الوالد العزيز الحاج سعاد إبراهيم مالك إلى الرفيق الأعلى رحمة الله عليه في مارس من هذا العام، وراودتني فكرة صدقة جارية على روحها، ولم أجد أفضل من إنشاء إذاعة دينية يبث فيها القرآن الكريم وتفسيره. وعرضت هذه الفكرة على اللجنة بعد موافقة أسرتي، فأثنت اللجنة وأمنت على رغبتنا، وبالفعل بدأت إجراءات إنشاء الإذاعة وتسلمنا التصديق المبدئي، وسينطلق البث بإذن الله من منزل الحاجة سعاد إبراهيم مالك بالخرطوم 2، وبمعاونة كريمة من البروفيسور علي شمو تم ترشيح وقبول دكتور عبد المطلب الفحل لإدارة هذا السرح، وسيكون هذا العمل بإشراف ناظر وقف العلامة عبد الله الطيب. وما كان لهذا العمل أن يرى النور لولا الحماس المتقد الذي قابلتنا به جوهرة جرزيلدا في أول لقاء لنا بمنزلها في نوفمبر من العام المنصرم، وترحيب دكتور سعد المدني وكافة أفراد أسرة العلامة، كما كان للدور الذي قام به الشاب مؤمن صديق مخير، والذي كان الرابط والمشرف على كل أعمال اللجان المنبثقة، والدور الكبير للدكتور صديق عمر الصديق والأستاذ المخرج شكر الله خلف الله، والذي لم يقف دوره على مهنيته التي أجادها كما بدأ لكم، بل تجاوزها للمشاركة في كافة الاجتماعات بتفاصيلها. وكان لدور اللجنة الإعلامية السبق في تسليط الضوء على هذا العمل والإسهام الهائل من أسرة الإعلام المرئي والمسموع والمقري والمقروء، ونخص بالشكر الأجهزة الرسمية التلفزيون والإذاعة القومية وقناة النيل الأزرق
برنامج البيت السوداني، إذاعة 104 الرياضية، قناة الخرطوم الفضائية، وراديو الرابعة، وقناة الشرق، وكل الصحف بلا استثناء، وكتاب الأعمدة، كما كان لرجال الأعمال دورهم في التسابق والعطاء بسخاء لإتمام هذا العمل، صالح يعقوب، حسن سكوتا، الدكتور أحمد البدوي، محمد الأمين، حامد دال للسيارات، طه علي البشير، اتحاد أصحاب العمل، هيئة المواصفات، ديوان الزكاة، البنك الإسلامي السوداني، البنك الفرنسي، وعلى رأس هؤلاء مجموعة السوداتيل. وكذلك يمتد شكرنا لقاعة الصداقة والعاملين بها، وعذرا لمن فاتني ذكره. سيدي النائب، فلتسأل الله معنا أن يستجيب لدعائنا بأن نسمع من معاليكم الموافقة على مقترحنا بإطلاق اسم قاعة عبد الله الطيب الدولية على هذه القاعة. يا جماعة قولوا آمين إن يمكن ربنا يستجيب. اللهم ربي فاطر السماوات والأرض، فالق الأصباح، خالق كل شيء، أسألك السؤال الذليل المتذلل بين يديك، وأنت العظيم ولا عظيم سواك، أن تتقمد عبدك الفقير لرحمتك عبد الله الطيب وأمواتنا وأمواتكم وكافة أموات المسلمين بواسع رحمتك، وتجعلهم مع الآخرين والمقربين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.